قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى أي كلام إلا بذكر الله في البدء والختام، والصلاة على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، في سالف الزمان كان في ثلاث صحاب مسافرين مع بعض في الصحراء، وفجأة لقوا في طريقهم حفرة، الحفرة فيها صندوق كبير، فتحوه فطلع مليان ذهب وياقوت ومرجان. الثلاث صحاب فرحوا وقالوا احنا لازم نقسم الكنز ده اسمة الحق. بس للأسف اسمتهم ما كانتش اسمة الحق، كل واحد في التلاتة كان طمعان ياخد أكبر نصيب في الكنز. الأول قال أنا هاخد تلات أرباع الكنز لأني أنا أول واحد شفته، وانتوا الاتنين قسموا الربع الباقي. بس أصحابه رفضوا طبعا. طبعا لازم يرفضوا، لأن هذه القسمة ليست قسمة الحق. والتاني قال أنا هاخد نص الكنز علشان أنا اللي نزلت في الحفر وطلعت الصندوق الكبير ده لوحدي، وانتوا الاتنين قسموا النص اللي فاضل ما بينكم. بس أصحابه رفضوا طبعا. معلوم طبعا لازم يرفضوا، لأن هذه القسمة أيضا ليست قسمة الحق. أما التالت قال أنا هاخد تلتين الكنز لأني أنا اللي فتحت الصندوق وعديت كل اللي فيه، وانتوا الاتنين قسموا التلت اللي فاضل ما بينكم. بس أصحابه رفضوا طبعا. طبعا لازم يرفضوا، ايه ده اهو هم بيقسموا على مزاجهم، فين الحق نهوت؟ ايه ده، ده مش قسمة الحق. دول أذكياء قوي يا جدو، هم تلاتة يعني كل واحد فيهم ياخد تلت الكنز وخلاص. يا سلام يا سلام يا توتة على الذكاء اللي انت فيه والحسابات العظيمة اللي انت بتعمليها. ولما انت عارفة كدوت ان كل واحد لازم ياخد حقه، امال انت وشوشو صاحبتك سمعتوا ليه كل واحد كان عايز ياخد فيكم اكتر من نص الكيس؟ ها كنت اعملوا زيهم، بدل ما انت بتقولي بقى كل واحد ياخد التلت، كنت اعملي زيهم. مش عارفة يا جد، خليني افكر عقبال ما نخلص الحدوتة. طيب فكري بقى، بس هتدققولي بس الحدوتة الاول كده اهو. حاضر. فضل التلاتة يتخانق، كل واحد فيهم طمعان في الكنز ومش راضي بقسمة الحق، لغاية ما واحد فيهم قال طب يا جماعة خلونا نهدى وناكل دلوقتي ونقسم الكنز بعدين، ايه رأيكم اروح اجيب لكم اكل من اقرب قرية هنا؟ الاتنين قالوا له موافقين، ومجرد ما مشي اتفقوا هما الاتنين يقتلوه اول لما يرجع ويقسموا الكنز بالنص. معقولة؟ معقولة كده يا جدو الطمع يخليهم يقتلوا صاحبهم؟ طبعا يا بنتي معقولة قوي، الطمع يا بنتي لما يدخل الإنسان وتفكيره ممكن يعمل أكتر من القتل كمان. صاحبهم كمان يا جدو فكر نفس التفكير، وهو بيشتري لهم الأكل حط لهم فيه سم علشان يقتلهم وياخد الكنز كله لوحده. وفعلا أول لما وصل لقى أصحابه الاتنين هجموا عليه وقتلوه، وبعدها كلوا هما الأكل المسموم وماتوا هما كمان، وفضل الكنز على حاله وما نبهمش منه أي حاجة لأنهم كانوا طماعين وما رضيوش بقسمة الحق. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.